الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله النهاردة معانا حل نماذج الوزارة الاسترشادية في مادة المهارات المهنية. إن شاء الله لن يخرج عنها الامتحان. لو أول مرة تشوف القناة بتاعتنا، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش هسيب لك رابط النماذج الاسترشادية في صندوق الوصف أسفل الفيديو. بيقول لك أول سؤال، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. يجب أن تحتوي الوجبة الغذائية المتوازنة على المشروبات الغذائية، طبعا إجابة صحيحة. 2، تعتبر الدهون من مصادر الحصول على الطاقة، الإجابة صحيحة. 3، يحتوي النظام الغذائي الصحي للأطفال على الكثير من الدهون، طبعا الإجابة خطأ. عندنا رقم 4، الأطعمة المقلية صحية أكثر من الأطعمة المشوية، طبعا الإجابة خطأ. 5، يتم إضافة الليمون للشراب الصناعي لحمايته من العفن والبكتيريا، طبعا الإجابة خطأ لأن احنا بنحط عليها اللي هي المواد الحافظة. طبعا هنا محلولة غلط، يا ريت ايه تصحح الإجابة. طيب عندنا طبعا رقم 6، بيقول لك الشراب الصناعي يحتوي على نسبة عالية من السكر مقارنة بالشراب الطبيعي، طبعا دي إجابة صحيحة. 7، يستخدم الكريم المطهر في الإسعافات الأولية لتثبيت الرباط على الجرح، طبعا الإجابة خطأ. 8، استخدام الإسعافات الأولية في حالات الحروق أمر ضروري، غلط طبعا وخصوصا لو كانت الحروق كبيرة. 9، عند الطهي يجب أن تكون مقابض الأواني بعيدة عن طرف البوتاجاز، طبعا الإجابة صحيحة. 10، يفضل استعمال الأواني ذات الطلاء غير اللاصق حتى لا يلتصق بالطعام بها، طبعا الإجابة صحيحة. 11، إبقاء اللحوم والألبان لفترة طويلة بالثلاجة لا يؤثر على صلاحيتها، طبعا الإجابة خطأ. 12، يساعدنا شرب 8 أكواب من الماء يوميا على التخلص من السموم، الإجابة صحيحة. 13، الكربوهيدرات أحد العناصر الغذائية التي تزودنا بالطاقة التي نحتاج إليها، الإجابة صحيحة. 14، للوقاية من الأمراض نحرص على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات المتنوعة، الإجابة صحيحة. 15، يعتبر الكالسيوم من الأملاح المعدنية الضرورية للمحافظة على صحة العظام والأسنان، الإجابة صحيحة. 16، الشراب الصناعي هو مزيج من الماء والسكر وعصير الفاكهة الطبيعي، طبعا الإجابة خطأ. 17، إضافة المواد الحافظة للشراب الصناعي تحميه من العفن والبكتيريا، طبعا الإجابة صحيحة. عايزك كمان تصحح دي. طيب عندنا طبعا السؤال اللي بعديه، بيقول لك 18، التحمير بالزيت يجعل الطعام دهنيا وغير صحي، طبعا الإجابة صحيحة. 19، من الضروري التفكير في احتياطات السلامة الواجب اتخاذها عند القيام بمشروع الطلاء، الإجابة صحيحة. 20، تتشابه جميع الحدائق في تصميمها، طبعا الإجابة خطأ. 21، يعتبر الكتان من أنواع الأقمشة ثقيلة الوزن، الإجابة خطأ. نشوف السؤال اللي بعديه، هنا بيقولك 22، الملابس البوليستر يعتبر ملابس صديقة للبيئة، طبعا إجابة خطأ. 23، استخدام الصور ليس من الضروري في تصميم العلامة التجارية، طبعا الإجابة خطأ. 24، يعتبر الرمز الذي يوضح النشاط الذي تمارسه الشركة هو شعار الشركة، إجابة صحيحة. 25، لا تقوم العلامة التجارية بتوضيح طبيعة عمل الشركة للعملاء، طبعا الإجابة خطأ. 26، عند عمل أي تصميم يجب أن يكون بسيط ومناسب لجميع الفئات، الإجابة صحيحة. 27، الإعلان يجب أن يعكس العلامة التجارية للشركة، طبعا الإجابة صحيحة. 28، يجب أن يكون الشعار أكثر من 5 كلمات، طبعا الإجابة خطأ. عندنا اختر الإجابة الصحيحة رقم ب، بيقول لك 1، الضمادات اللاصقة تستخدم لف الالتهاب ولا تضميد الجروح ولا تخفيف الآلام ولا لمعالجة الجروح، طبعا لتضميد الجروح.
2 شرب 8 أكواب من الماء يوميا يساعد على طرد نقط من الجسم طبعا السموم. 3 نحتاج إلى نقط للحفاظ على صحة العظام والأسنان طبعا بنحتاج للكالسيوم. 4 تحتوي الوجبات السريعة على كميات كبيرة طبعا من الدهون والفيتامينات والكربوهيدرات والمعادن طبعا من الدهون. 5 يعتبر الترمس من الوجبات السريعة الصحية. طبعا الترمس، طبعا هنختار الترمس، طبعا عندنا البطاطس المقلية والدجاج المقلي والحلوى، طبعا الترمس. 6 الطعام الصحي هو الطعام الذي يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات. طيب 7 السبب الرئيسي في فساد الطعام هو طبعا الخل ولا البكتيريا والعفن ولا الماء ولا الملح، طبعا البكتيريا والعفن. 8 المشروبات الطبيعية غنية بالفيتامينات لأنها تحتوي على الفاكهة، طبعا الفاكهة الطبيعية. 9 يعتبر الأرز والبطاطس من النشويات. طبعا رقم 10 بيقول لك الأواني المصنوعة من نقط خفيفة الوزن وتدوم لفترات طويلة طبعا لمصنوعة من الاستانلس. عندنا 11 بيقول لك لإخماد الحريق الناتج عن الزيت يجب استخدام، طبعا هنستخدم بيكربونات الصوديوم. 12 بيقول لك نقط من الأملاح المعدنية الضرورية للمحافظة على صحة العظام والأسنان، طبعا ده الكالسيوم. 13 بيقول لك احرص عند إعداد الشراب الصناعي على إضافة السكر عندما يكون الشراب طبعا ساخنا. 14 تحتوي نقط على كميات كبيرة من الدهون التي تؤثر على نظامنا الغذائي طبعا الوجبات السريعة. 15 بيقول لك من مميزات المقلاة المصنوعة من الألمونيوم طبعا ان ثمنها رخيص، ان ثمنها رخيص. طيب 16 بيقول لك السبب الرئيسي في فساد الأطعمة طبعا الماء ولا برودة الجو البكتيريا ولا نظافة الأواني، طبعا البكتيريا. 17 لكي يكون النظام الغذائي متوازنا يجب أن يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات. 18 من طرق الطهي غير الصحية طبعا بنستخدم ايه؟ القلي. 19 الطعام قد نقط إذا ترك لفترة طويلة داخل الثلاجة طبعا يقل ولا ينضج ولا يتعفن ولا يتغير، طبعا يتعفن. 20 أواني الطهي المصنوعة من نقط طبعا ايه تتفاعل مع الأطعمة الحمضية طبعا المصنوعة من الألمونيوم. رقم 21 أي من الأدوات الآتية نحتاجها أثناء عملية الطلاء طبعا بكرة الدهان. 22 تنمو النباتات الحولية خلال طبعا عام ولا أسبوع ولا شهرين ولا عدة أعوام، طبعا خلال عام. عندنا طبعا العناية بالملابس تساعد على توفير، بتساعد على توفير ايه؟ المسحوق ولا المال ولا الكهرباء ولا الماء، طبعا بتساعد على توفير المال. 23 بيقولك يفضل ارتداء الملابس المصنوعة من القطن لأنها رخيصة الثمن ولا متينة ويمكن غسلها ولا ثقيلة في الوزن ولا ناعمة، طبعا لأنها متينة ويمكن غسلها. 24 بيقول لك يعبر شعار الشركة عن اللون ولا الشكل ولا الهوية ولا الرمز، طبعا الشعار يعبر عن الهوية. عندنا 25 بيقول لك تعبر نقط عن هوية الشركة، طبعا العلامات التجارية بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن هوية الشركة. 26 بيقول لك من عناصر التصميم الحجم والتركيب ونقط الصور ولا اللون ولا العلامة التجارية ولا الرسومات، طبعا اللون. 27 اعطاء معلومات خطأ في الاعلان يعتبر من الاشياء طبعا غير القانونية. 28 يمكن صناعة الملابس من مصادر مضرة للبيئة طبعا مثل البترول. 29 يتم اقناع العملاء بمصداقية الإعلان عن طريق التسويق طبعا الشفهي. جيم بيقول لك أكمل العبارات الآتية. 1 يجب ممارسة نقط يومية للحفاظ على صحتنا طبعا الرياضة. 2 بيقول لك يحتاج الجسم إلى نقط لمساعدته على مقاومة الأمراض طبعا بيحتاج للفيتامينات. 3 نجد الدهون الصحية في طبعا في اللحوم، في
في منتجات الألبان، في المكسرات، في الزيتون، في السمك. طيب 4، يحتوي السمك على فيتامين، طبعا فيتامين A. الحديد عنصر مهم طبعا للدم. 6، تعتبر الوجبات نقط طعام غير صحي طبعا الوجبات السريعة. 7، يجب تناول عصير الفاكهة الطبيعي بدلا من المشروبات طبعا الغازية. 8، السبب الرئيسي في فساد الأطعمة طبعا البكتيريا وإيه والفطريات والكائنات الدقيقة. 9، ممكن تكتب أي واحدة إيه فيهم. 9، يتم تسخين الشراب إلى درجات حرارة مرتفعة طبعا للقضاء على البكتيريا. 10، من عيوب أواني الطلاء غير اللاصقة أنها قد تكون سامة عند خدش الطلاء، ممكن تكون إيه سامة. طيب 11، يجب نقط أي مصباح كهربي عند وجود تسريب للغاز الطبيعي يجب ألا إيه تضيء أو تشغل. طيب 12، بيحتاج نقط وجبات غذائية متوازنة غنية بالعناصر الغذائية لتساعد أجسامهم على النمو، وطبعا بيحتاج الأطفال. رقم 13، بيقول لك الشراب الطبيعي هو مزيج من الماء والسكر وعصير طبعا عصير الفاكهة الطبيعي. 14، من الممكن أن تتفاعل المقلاة المصنوعة من الألمنيوم مع الأطعمة طبعا الأطعمة الحمضية عند التعرض طبعا لدرجات حرارة عالية. 15، بيقول لك عند حدوث تسرب الغاز الطبيعي في المنزل علينا الاتصال برقم طبعا ايه 129 اللي هو طوارئ الغاز. طيب السؤال اللي بعديه 16، طريقة نقط الطعام من طرق الطهي غير الصحية طبعا قلي الطعام. 17، بيقول لك الترمس من الوجبات الخفيفة الذي يحتوي على نسبة عالية طبعا من البروتين. 18، اللبن الباري أخف وأسهل في الهضم من اللبن الجاموسي. 19، السبب الرئيسي لفساد الأطعمة طبعا البكتيريا والفطريات. عندنا 20، من إرشادات طلاء غرفة بسلامة وأمان طبعا ترك النوافذ مفتوحة للتهوية. 21، يجب أن يراعي المصممون طبيعة نوع وحجم طبعا ايه نباتات الحدائق. طيب عندنا 22، بيقولك المساحات الخضراء تمتص غاز ثاني اكسيد الكربون. 23، بيقولك تعتبر الحدائق صديقة البيئة لانها تقلل من طبعا التلوث. 24، تصمم اشكال بعض الحدائق لتحاكي طبعا البيئات الطبيعية. 25، المصدر الأساسي لقماش الحرير هو دودة القز. 26، عند ظهور بقع على الملابس يجب معالجتها فورا. 27، الرمز الذي يوضح النشاط الذي تمارسه الشركة طبعا هو الشعار. 28، تستخدم العلامات التجارية الصور والرموز للتعبير عنها بشكل فعال. 29، بيقولك من عناصر التصميم اللون والشكل والتركيب والحجم والجمال. طيب 30، بيقولك من مبادئ التصميم الجيد أن يكون سهل في الاستخدام. طيب 31، يجب أن يفكر المصمم بنفس طريقة طبعا السوق المستهدف. 32، بيقولك يجب أن يقتصر الشعار على بضع كلمات فقط. عندنا بيقول لك صل ما في العمود ألف بما يناسبه من العمود ب. عندنا السؤال الأول، بيقول لك أول حاجة، 1، الشراب الطبيعي غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية طبعا لأنه يحتوي على الفاكهة يبقى 1 مع ب. 2، بيقول لك مقلاة الألمنيوم قد تتفاعل مع الأطعمة الحمضية طبعا عند التعرض لدرجة حرارة عالية يبقى 2 مع جيم. طيب 3، بيقول لك الخضروات والفواكه تصبح لينة وتظهر عليها بقع داكنة طبعا إذا تركتها خارج التلاجة لفترات طويلة يبقى 3 مع ألف. عندنا 4، بيقول لك يحتاج الأطفال إلى وجبات غذائية متوازنة غنية بالعناصر الغذائية طبعا
طبعا لمساعدة أجسامهم على النمو، يبقى 4 مع واو. طيب 5 بيقول لك غالبا ما تكون نسبة الفيتامينات والأملاح المعدنية منخفضة طبعا في الوجبات السريعة، يعني 5 مع دال. طيب 6 بيقول لك من طرق الحفاظ على الأشخاص عند الطلاء، طبعا هنختار على طول ترك النوافذ مفتوحة اللي هي ايه، سين. يبقى من طرق الحفاظ على الأشخاص عند الطلاء ترك النوافذ ايه، مفتوح. طيب عندنا 7 بيقول لك قماش الصوف، طبعا قماش الصوف ده طبعا مصدره الأغنام، يبقى هنختار على طول رقم ر، يبقى 7 مع ر. طيب عندنا 8 بيقول لك كي الملابس، طبعا كي الملابس يجعلها أكثر أناقة، يبقى 8 مع ص. طيب 9 بيقول لك المساحات المشمسة بالحديقة طبعا تساعد على اللعب، يبقى 9 مع ظ. طيب عين بيقول لك أو 10 بيقول لك يوفر المعلومات المهمة عن المنتج، طبعا دي اللي هي عين اللي هو الإعلان. طيب عندنا رقم 11 بيقول لك أماكن الظل بالحديقة، طبعا أماكن الظل بالحديقة طبعا دي ايه، بتساعد على الاسترخاء اللي هي طبعا رقم ايه، رقم ط. طيب نشوف السؤال اللي بعديه، هنا برضو بيقول لك ايه، بيقول لك وصل. عندنا 1 بيقول لك اذا كان السكر المستخدم في صناعة الشراب غير نظيف، بيقول لك فإن لون الشراب طبعا يبدو ايه، داكنا جدا، يبقى 1 مع جيم. رقم 2 بيقول لك نستخدم الأواني المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ طبعا لأنه لا يتفاعل مع الأطعمة الحمضية، يبقى 2 مع دال. 3 بيقول لك يجب تجنب طهي الخضروات لفترات طويلة لأنه طبعا بيقلل من العناصر الغذائية المتوفرة فيها، يبقى 3 مع واو. طيب 4 بيقول لك تعد عملية الخبز أو الشوي أو التحمير في الفرن، طبعا دي ايه، طرق صحية لطهي اللحوم. عندنا رقم 5 بيقول لك تنمو لمدة عام واحد، طبعا دي اللي هي النباتات الحولية. السؤال الثالث بيقول لك برضو وصل، بيقول لك 1 عندنا بيقول لك من المكونات المهمة في حقيبة الإسعافات الأولية، طبعا عندنا اللي هي ايه، الضمادات اللاصقة والضمادات الضاغطة اللي هي طبعا ب. طيب عندنا رقم 2 بيقول لك غادر المنزل فورا ولا تضيء اي مصابيح كهربائية، طبعا اذا كان هناك ايه، تسرب في الغاز اللي هي الف. رقم 3 عند اعداد الشراب الصناعي يجب نسخنه عند درجات حرارة مرتفعة طبعا للقضاء على البكتيريا اللي هي رقم دال. 4 بيقول لك ايصال عدة اجهزة كهربائية في سلك مشترك واحد، ده بيقول لك يمكن ان ينتج عنه اشتعال حريق، يبقى 4 مع جيم. 5 في حالة الإصابات الخطيرة عليك الاتصال برقم 123، ده طبعا المخصص لخدمة الإسعاف، دي طبعا اللي هي رقم واو، يبقى 5 مع واو. 6 بيقول لك دافئ ولا يتجعد بسهولة، طبعا ده الصوف اللي هو رقم زين. طب 7 بيقول لك العلامة التجارية تعبر طبعا عن هوية الشركة اللي هي رقم عين. طيب 8 يعرف المشروع التجاري أو الشركة في أبسط أشكالها، طبعا اللي هو إيه، الشعار. طيب الشعار ده رقم زل. هيه بيقولك فكر ثم أجب، 1 أكتب 3 من العناصر الأساسية التي يجب أن تتضمنها حقيبة الإسعافات الأولية. إحنا طبعا في حاجات كتير إحنا هنقول 3 منهم، هنقول مثلا الضمادات اللاصقة، وعندنا تاني شريط لاصق جراحي، وعندنا طبعا كريم مطهر، وعندنا طبعا الرباط الطبي، وعندنا المقص.
طيب رقم 2 بيقول لك كم عدد أكواب الماء التي يجب أن نتناولها يوميا؟ طبعا 8 أكواب. بيقول لك 3، ما الفائدة من وضع مخطط مسبق لوجباتنا الغذائية؟ طبعا الفائدة بتساعد على الحصول على نمط غذائي صحي، بينظم تاني حاجة بينظم الوجبات الغذائية التي يجب تناولها على مدار اليوم. طيب السؤال الرابع بيقول لك ما العناصر الغذائية المشتركة المتوفرة في اللبن والبيض واللحم؟ طبعا البروتينات والدهون والأملاح المعدنية. 5 بيقول لك ما المنتجات الغذائية المصنوعة من اللبن؟ طبعا اللي مصنوع من اللبن الأجبان، الجبنة الصفراء والبيضة والسمن والزبدة. طيب نشوف السؤال اللي بعديه رقم 6، بيقول لك لماذا تكون الوجبات السريعة مضرة؟ طبعا لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسكر والأملاح. 7 بيقول لك كيف نحافظ على الطعام من التلف؟ طبعا بوضعه في الثلاجة. 8 بيقول لك لماذا يفضل الشراب الطبيعي عن الشراب الصناعي؟ طبعا لأنه صحي. رقم 9 بيقول لك لماذا يفضل إضافة السكر للماء عند إعداد الشراب وهو ساخن؟ طبعا لتجنب ظهور طبقتين في الشراب. طيب 10، لماذا يتم إضافة المواد الحافظة عند تصنيع الشراب؟ طبعا لحمايته من العفن والبكتيريا وليدوم فترة أطول دون أن يفسد. 11 بيقول لك لماذا يتم تسخين الشراب جيدا قبل تصنيعه؟ طبعا للقضاء على البكتيريا. 12 بيقول لك لماذا يعد الألمنيوم مصدر خطر في صناعة الأواني؟ طبعا لتفاعله مع الأطعمة الحمضية. رقم 13 بيقول لك ما أهمية الألياف للجسم؟ طبعا الإجابة مهمة لعملية الهضم وتساعد على ضبط مستويات السكر في الدم. عندنا 14، ما أهمية البروتينات؟ طبعا لبناء أنسجة الجسم وتجديد ما يتلف منها. السؤال رقم 15، أذكر نوعين من الكربوهيدرات. طبعا فيه النشويات مثل الحبوب والخضروات، وعندنا السكريات مثل الفواكه والعسل. رقم 16، لماذا يجب تخزين الطلاء بعيدا عن مصادر الحرارة؟ طبعا الإجابة لتجنب خطر اندلاع حريق. 17 بيقول لك يجب أن تتوافر عدة خصائص في الحدائق ليستمتع بها المجتمع، اذكر اثنين منها. طبعا عندنا أول حاجة ألوان وأشكال النباتات، تاني حاجة نوع وحجم النباتات، ممكن نقول حاجة تانية وجود أماكن للاسترخاء فيها. 18 بيقول لك اكتب اثنين من مصادر الأقمشة الصديقة للبيئة. طبعا عندنا القطن طبعا والكتان، وعندنا طبعا الحرير. طيب عندنا السؤال رقم 19 بيقول لك العلامة التجارية لها أهمية كبيرة، اذكر واحدة منها. طبعا بتوضح للعملاء طبيعة وأهمية عملها وتعبر عن هوية الشركة، تبقى بتعبر عن هوية الشركة. طيب رقم 20 بيقول لك عند التخطيط لإنشاء علامة تجارية يجب معرفة عدة عوامل، أذكر اثنين منها. طيب احنا عندنا أول حاجة الرؤية التي تهدف الشركة إلى تحقيقها، تاني حاجة القيم المهمة بالنسبة إلى الشركة. طيب نشوف السؤال اللي بعديه 21، أذكر 3 من مبادئ التصميم الجيد. طبعا عندنا أول حاجة الأسهل في الاستخدام، تاني حاجة اللي بيوفر حل مناسب للعمل المطلوب، تالت حاجة إمكانية إعادة استخدامها وتدويرها. طيب 22 بيقولك لماذا يعد التصميم مهما؟ طبعا بيعد التصميم مهما لأنه يجعل استخدام الأشياء سهلا. 23 يجب أن تتوفر عدد أو عدة نقاط في الإعلان الناجح، اذكر اثنين منهما. طيب احنا هنقول أول حاجة
ان بيكون بيجذب ويلفت انتباه الناس، تاني حاجة يكون قابل للتصديق ومميز وفريد ولا ينسى. وهنا نكون انتهينا من حل نماذج الوزارة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لو اول مرة تشوف القناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.